كلمته أمام بريكس، الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينتقد عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع صراعات العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة بريكس، ويؤكد ضرورة حث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع مساعي التهدئة بالمنطقة. مدبولي يعلن انتهاء أزمة الدواء بنسبة 95%، والحكومة تؤكد عدم وجود خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. من مدينة كازان الروسية دشنت مصر أولى مشاركتها الرسمية بقمة تجمع بريكس منذ انضمامها إلى دول التكتل مطلع العام الجاري. إذن هي مشاركة فاعلة في انطلاق القمة اليوم، حيث شهدت رسائل متعددة حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات القمة، والتي تركزت حول سبل تعزيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف في ظل ما يشهده العالم من تحديات. تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. تؤمن مصر إيماناً راسخاً بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدعو مجالا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم. وخلال كلمته في قمة البريكس، شدد الرئيس السيسي على إيمان مصر الراسخ بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بما لا يدع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها. وحول دعم الدول النامية، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الدولية قد أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المنظعات الاقتصادية والتنموية. وأضاف أن الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض. ومن هذا المنطلق تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية. أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض. ومن هذا المنطلق تلي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية
وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد. وأوضح الرئيس السيسي إلى أن الملتقى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، كذلك مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس. أود الإشارة كذلك إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس. وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية والتنمية الحضرية. كما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، ذلك لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر التأكيد على مبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله. كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة. السيدات والسادة، قبل أن أختتم كلمتي أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعزيز دوره في إرساء الأمن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس، ذلك منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس. وخلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس المنعقدة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالمي العالميين العادلين
ثمن الرئيس السيسي الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس في مختلف المجالات والموضوعات، فضلا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، مما يعكس الرغبة المشتركة في إعلاء صوت الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي قد سلط الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع ولتوسعه. وشدد الرئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفاعلة لتمويل التنمية على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي 4 تريليونات دولار في الدول النامية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلا عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين الشعوب. ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من مدينة كازان الروسية موفد تلفزيون المصري علاء رشوان. أهلا بك علاء، وإليك الكلمة. وضعنا في ملخص لتفاصيل كثيرة في هذا اليوم في كازان الروسية. نعم، هذا اليوم بالفعل هو اليوم الأساسي في أيام انعقاد الدورة السادسة عشرة من دورات انعقاد تجمع الدول البريكس بحضور رسمي لأول مرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انضمام مصر رسميا لهذا التجمع مطلع العام الجاري. السيد الرئيس حضر جلستين مغلقتين، الجزء الأول كان مفتوحا لوسائل الإعلام واستكمل مغلقا، والجلسة الثانية كانت مغلقة بالكامل. الجلستان دارتا تحت عنوان نحو نظام متعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، وربما هذا العنوان يعكس العناوين الأصغر والنقاشات التي دارت بين الرؤساء والزعماء وقادة الدول الذين شاركوا في هاتين الجلستين الهامتين. كان العنوان الأبرز أيضا لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في الجلسة المغلقة الأولى، حينما دعا إلى تغيير نظام العالمي ذو القطب الواحد إلى نظام عالمي متعدد الأطراف، وتحدث عن القصور الذي بدا على هذا النظام سواء على الساحتين السياسية والاقتصادية. سياسيا كانت هناك انتقائية وكان هناك إدارة للصراعات غير منصفة، كان المثال الأبرز في هذا الإطار المعاناة التي يعاني منها قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. هاتين المعضلتين كشفتا حجم القصور الذي يعاني منه النظام الدولي في إدارة الصراعات وإدارة الأمور السياسية بشكل عام، وكما هو الحال في الساحة السياسية أيضا النظام العالمي اقتصاديا يعاني من قصور فادح. هناك فجوة تمويلية بالنسبة للدول النامية تبلغ أكثر من 4 تريليونات دولار، هناك أيضا ازدياد في تكاليف خدمة الديون، ودعا السيد الرئيس إلى استحداث آليات لإدارة الديون
الدول النامية، وأيضا تقديم التمويل الميسر اللازم لدفع عمليات التنمية المستدامة في الدول النامية. السيد الرئيس أيضا خلال الكلمة الثانية أكد على أن منصة البريكس أصبحت منصة هامة سياسيا واقتصاديا إقليميا وعالميا، ورحب بمشاركة مصر في تفعيل العمل المشترك داخل هذا التجمع، وأيضا شجع السيد الرئيس. اتضحت الصورة من مدينة كازان الروسية. موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا لك. تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. نجدد التحية على حضراتكم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أكثر من 30 دولة قد أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة بريكس أكد بوتين على ضرورة تحقيق التوازن والحفاظ على فاعلية بريكس، مشيرا إلى أن التجمع لديه إمكانات سياسية واقتصادية كبيرة. مسائل الملحة للأجندة العالمية وانتبذل الآراء حول تعاون دول البريكس في الساحة الدولية بما فيها تسوية النزاعات الإقليمية الحادة، ونناقش كذلك تنفيذ القرارين المهمة للقمة السابقة في يوهانسبورغ، وأولها تعميق التعامل المالي في إطار بريكس، وموضوع الثاني أن توسيع اللاحق لمجموعتنا. وبلا شك لا نقدر إهمال الاهتمام غير مسبوق من دول جنوب وشرق العالم لتقوية الاتصالات مع البريكس، وكان هو غير صحيح، وهناك أكثر من 30 دولة عبرت عن سعيها للانضمام إلى البريكس. دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ العمل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل مستدام للقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية بناء مجموعة بريكس سليمة تحافظ على تحقيق السلام والأمن المشترك. وخلال كلمته أمام قمة البريكس أضاف الرئيس الصيني: يجب علينا إظهار قدرات أعلى لتعزيز التعاون بين دول التجمع، مشيرا إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة من التغيير. من المهم أن التواصل إلى وقف إطلاق النار والقتل، ولازم نبذل جهود كله لصالح القضية الفلسطينية بشكل عادل. من الضروري نقدم جدول الأعمال الابتكاري لمجموعة البريكس. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة والزعماء المشاركون في قمة دول تجمع بريكس على التقاط الصور التذكارية قبيل انعقاد القمة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة تجمع بريكس. وخلال اللقاء اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية
على الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، ما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان. عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة بريكس. وخلال المباحثات ناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط البلدين على كافة الأصعدة والمشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليا. كما تباحث الجانبان آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره. كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي. كما عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره البرازيلي مارو فيرا على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية. هذا وأكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، تحديدا في إفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ. كما ناقش الوزيران التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. عقد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد لقاء موسعا مع السفراء المنقولين لرئاسات البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج. وفي مستهل اللقاء ثمن جبالي الدور الوطني الحيوي والمؤثر لوزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا، وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيا من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة استطاعت تجاوز أزمة الدواء بنسبة 95%، لكنه من الوارد أن يحدث نقص في دواء معين أو اثنين. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في توفير الالتزامات المالية لشركات الدواء حتى لا يحدث اضطراب في هذا الشأن. تجاوزنا الأزمة والحمد لله ما بقاش فيه النهارده شكاوى، وعشان ما بقاش مبالغ واقول ان انا حليناها بنسبه 100% اقدر اقول بنسبه 95%. بقى الوضع اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان احنا رجعنا الى ما قبل الازمه الخاصه بالدواء، بقى وارد ان ممكن يحصل نقص في دواء معين او دوايين، وده كان بيحصل قبل الازمه، وبتبقى على طول بنتعامل كدوله في هذا الموضوع، ولكن الازمه اللي كانت موجوده الحمد لله نقدر نقول ان احنا تجاوزناها بنسبة 95% بهذا الموضوع، والدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية
لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص اللي منتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة وعجلة الإنتاج ما يحصل لهاش أي اضطراب آخر في هذا الموضوع. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه راجع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أرقام الطفرة العملاقة التي حدثت في الجامعات المصرية، مؤكدا أننا نمتلك اليوم 112 جامعة تعمل في مصر، 28 منها فقط حكومية والباقي كله جامعات خاصة ودولية وأهلية، وكل هذه المنشآت استقبلت هذا العام 1,000,000 طالب. الطفرة العظيمة اللي اتعملت في موضوع الجامعات، النهاردة احنا بقى عندنا 112 جامعة، 112 جامعة بتعمل في مصر، 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا. الشيء اللي يفرح ان هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام 1,000,000 طالب في الجامعات المصرية، 1,000,000 طالب. قبل كده كان جزء كبير، يعني مش هقول جزء كبير، كان في جزء من دول لما ما بيجدش مكان في هذه في مصر كان بيلجأ للسفر لبعض الدول الاخرى. النهارده الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا القدره ان احنا نستوعب 1,000,000 طالب. الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والاطباء، حابب ان اقول لحضراتكم رقم مهم جدا. من 5 سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لأن كنا اعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال، كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز 9,000 طالب. النهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى جامعات الحكومية وجامعات الخاصة 29,000. بدوره أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال المؤتمر أنه لا توجد لدى الحكومة أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة، موضحا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا. قولة واحدا عشان بس أكون واضح فيها، ان احنا ما عندناش اي خطط لزياده اسعار المنتجات البتروليه خلال اللي هو 6 أشهر اللي جايه، كما يعني ذكر الحقيقه واعلن دوله الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجه الثانيه اللي هو هرجع على اليه اللي هو قصه اللي هو التسعير، احنا الحقيقه الاهتمام اللي هو الاول ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، لان العوامل اللي هي بتؤدي الى الفجوه بين اللي هو سعر تكلفه المنتج وسعر المنتج نفسه، وعشان كده احنا كل مجهوداتنا الحقيقه متركزه على العمل على زياده اللي هو الانتاج، فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتوره الاستيراديه للمنتجات البتروليه اللي هي في الاخر بتؤثر على التكلفه اللي هو النهائيه للدوله. وفي نفس الوقت برضو احب ان انا اوضح ان حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي، الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية، وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين 92 و95 والسولار و80، يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود 10 مليار جنيه كل شهر دعم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء بأهمية متابعة ملفات وأوجه التعاون المختلفة في إطار تجمع البريكس، كذلك بحث الفرص الاستثمارية والتعظيم من المقومات والميزات التنافسية التي من شأنها أن تسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة مع دول التجمع، ذلك ما يعزز من أهمية المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي المهم ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليه. جاء ذلك خلال الاجتماع أسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة. وخلال الاجتماع جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وأسعار السلع، كذلك وجود آلية ثابتة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن في الأسواق، هذا إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وعلى هامش التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مذكرات التفاهم الجديدة تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات الموقعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول في خليج السويس والصحراء الشرقية. كما وجه أيضا رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بحزم مع أي مسؤول يقصر في التعامل مع شكاوى المواطنين بأي جهة. وخلال لقائه بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أكد مدبولي على أن أعضاء المنظومة هم جنود مخلصون، موجها إياهم بحسن التعامل مع المواطنين. وأكد مدبولي أنه كان حريصا خلال الفترة الماضية على تقديم كل صور الدعم المطلوبة للمنظومة في سبيل قيامها بالمهام الموكلة إليها، مؤكدا أن هناك استعداد تام لتقديم أي دعم إضافي مطلوب. نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر إلى إحدى القواعد الجوية المصرية. تأتي تلك الزيارة استمرارا لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكري لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارة التي تسهم في تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. شاركت القوات المسلحة وعدد من الوفود السياسية والعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من بريطانيا وألمانيا واليونان وإيطاليا وعدد من أسر ضحايا معركة العالمين والمحاربين القدماء زيارة النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العالمين، ذلك لإحياء الذكرى 82 لمعركة العالمين والتي دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العالمين في عام 1942. تضمنت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لمقابر الكومنولث، ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب. كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العالمين العسكري الذي يعد تجسيدا لمعركة العالمين وتخليدا لذكرى الحرب العالمية الثانية. نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي للطب النفسي والذي استمرت فعالياته على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع أقسام الطب النفسي بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الطب النفسي من العسكريين والمدنيين. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية. تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل، فضلا عن مناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات التي تشتمل على قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها، كذلك جوانب الضغوط النفسية والحوادث المترتبة عليها وأنواع العلاج للأمراض النفسية بكافة مستوياتها. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وتقام البطولة بدءا من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة نصر مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائي الدور العربي للأعمار السنية. وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفي جميع الرياضات. واستعرض اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور البطولة الدولية بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية. ورحب الدكتور إسماعيل محمد شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز من نجاح تلك البطولة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضي بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة. كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والاتحاد المصري للفروسية لتنظيم 7 بطولات جمهورية وبطولتين دوليتين للفروسية على أرض مصر. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية. أوضحت الداخلية أن التقديم سيبدأ اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر الجاري وحتى السبت 16 من نوفمبر، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية. التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. لا شريك لك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، ووفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. السادسة متواصلة ونتابع فيها. أعلن عن سلسلة عمليات قصف لمدن وبلدات في وسط وشمال إسرائيل، وقوات الاحتلال تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتطالب إخلاء أحياء سور. وإلى ملف الأزمة اللبنانية، حيث أقلعت اليوم رحلة جوية استثنائية تعد هي ثالث رحلة تابعة لشركة مصر للطيران لنقل المصريين المقيمين بلبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن في ظل الأوضاع الحالية التي يشهده لبنان مع التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب. من جانبه، أكد وزير الطيران المدني سامح الحفني حرص الوزارة على التنسيق التام والتواصل الفعال مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للشعب اللبناني من خلال نقل المساعدات الإنسانية والمستلزمات الإغاثية، مشيدا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن عودة المصريين بسلام إلى أرض الوطن.
أعلن حزب الله أنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب ردا على الاعتداءات والمجازر التي ترتكبها بحق لبنان وقطاع غزة. وأوضح الحزب أنه قصف قاعدة غليوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب. كما أعلن عن سلسلة عمليات قصف لمدن وبلدات في وسط وشمال إسرائيل من بينها مدينة حيفا ووسط منطقة تل أبيب، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بعدد من المناطق. في المقابل أكد جيش الاحتلال أنه أسقط صاروخين قادمين من لبنان تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب. كما أعلن الاحتلال أنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق مستهدفة ميناء إيلات على البحر الأحمر. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية. شدد بلينكين على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإتمام صفقة تبادل المحتجزين الشاملة وتمكين سكان غزة من إعادة بناء حياتهم. كما ناقش بلينكين وولي العهد السعودي أيضا التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان. وقبيل مغادرته لإسرائيل متوجها إلى السعودية، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سلطات الاحتلال على اقتناس فرصة سانحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار. أكد بلينكين أن إسرائيل نجحت في ضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر الماضي وتفكيك أغلب قدرات حركة حماس على حد قوله، مشددا على ضرورة العمل على تحرير الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وإنهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن تدرس حاليا إمكانيات وصيغ جديدة لتحقيق الهدفين. جدد بلينكين رفض واشنطن أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، منوها إلى أنه تلقى تأكيدات من نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها مثل تلك الخطط على حد زعمه. كما طلب بلينكين من إسرائيل بأن لا يؤدي ردها المرتقب على هجوم إيران إلى تصعيد أكبر. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة بسبب كثافة العدوان الإسرائيلية. وأكدت منظمة الصحة أن القصف المكثف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى شمال القطاع يفرض تأجيل الحملة، مشيرة إلى أن المرحلة الأخيرة من الحملة الحالية للتطعيم كان مقررا لها أن تبدأ اليوم في شمال القطاع، وتستهدف تطعيم أكثر من 119,000 طفل. تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيدها ودخولها إلى قطاع غزة. لا زالت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. هذه الشاحنات من خلفي ما زالت تتكدس وتزيد أعدادها يوما بعد يوم،
تتحرك من هنا في اتجاه معبر رفح المصري هنا من العريش أو أمام المركز اللوجستي لأجل أن تدخل إلى معبر كرم أبو سالم وتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. معبر رفح المصري يستقبل هذه الشاحنات يوميا منذ بدء العدوان ولم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى. أما قوات الاحتلال فتعرقل من الناحية الأخرى دخول هذه الشاحنات إما بالتفتيش وإما بمنع الدخول في بعض الأحيان على الإطلاق. دخل اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصرية 39 شاحنة فقط دخلوا إلى الناحية الأخرى. تم تفريغ 20 شاحنة ثم عادت بعد ذلك 19 شاحنة إلى الأراضي المصرية. 19 شاحنة الذين عادوا هم تابعين للأونروا وهم محملين بالدقيق والأدوية. لذلك قوات الاحتلال تمنع دخول المواد الأساسية والحيوية أو اللازمة للحياة بشكل عام منها الأغذية ومنها الأدوية. كان هناك يعني أمل بالأمس بانفراجة ولو حتى صغيرة، دخل أكثر من 100 شاحنة من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى كرم أبو سالم، لكن تم رفض 52 شاحنة عادوا أدراجهم مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. كل هذا التعنت من جانب قوات الاحتلال يأتي يعني بعد حتى ضغوطات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد أعطت مهلة مدتها شهر لزيادة حجم تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحديدا إلى شمال قطاع غزة نظرا يعني ما ينتهجه قوات الاحتلال هناك من محاولة للتهجير القسري والتجويع وأيضا القصف المستمر للمدنيين في شمال قطاع غزة. لكن بالطبع قوات الاحتلال لم تنفذ أي من هذه الإجراءات وما زالت تمنع وتعرقل دخول المساعدات وتقلص أيضا أعداد دخول المساعدات وأيضا تقلص الوقت المسموح لدخول هذه المساعدات، أي بعد الساعة 12 ظهرا لا يدخل أي من المساعدات المدنية. لذلك هذه المساعدات ما زالت متواجدة في العريش ورفح والمجهودات المصرية مستمرة إما للحفاظ على هذه المساعدات أو تحميلها أو حتى نقلها إلى الناحية الأخرى إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة والآن أعود إليكم مرة أخرى. قالت السلطات التركية إن هجوما داميا وقع في المقر الرئيسي لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش وذلك بالعاصمة أنقرة، فيما عرضت وسائل إعلام لقطات لمهاجمين مسلحين يدخلون المبنى وسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي. بدوره أكد وزير الداخلية علي يرلي قايا سقوط 3 قتلى وإصابة 5 آخرين، بينما أفادت وسائل إعلام محلية باحتجاز رهائن مشيرة إلى أن الهجوم لا يزال جاريا. تتواصل فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم فعاليات اليوم الرابع مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش العديد من الموضوعات، منها الابتكار في مقاييس التنمية البشرية واستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تتبع تقدم التنمية ومكافحة السمنة واعتماد نمط حياة خال من التبغ وإعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشرية وإعادة تأهيل القوى العاملة
العاملة ورفع مهاراتها وتحويل نظام الأغذية الزراعية من أجل صحة السكان، فضلا عن مناقشة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. هذا وأجرى تلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نخبة من المشاركين في المؤتمر حول أهمية انعقاده وأهم محاور النقاش. نتابع. يعني المؤتمر هو مؤتمر مهم قوي، لأنه هو بيربط ما بين التنمية البشرية والسكان والصحة، وده مزيج مهم جدا بالنسبة لمصر. أعتقد المؤتمر بيمتاز يعني برنامجه بأنه هو متكامل، بينظر لجوانب كثيرة مختلفة، لأنه التنمية البشرية ما هياش جانب واحد، هي جوانب متعددة. فأعتقد المؤتمر ينجح في إثارة كل القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية. التواجد الموجود من الخبراء المصريين والخبراء الأجانب بيدي فرصة للاحتكاك، بحيث أنه إحنا كمصريين نعرف تجارب ناجحة في دول أخرى، وفي نفس الوقت العالم يعرف التجارب الناجحة في مصر. بمشاركتنا ليه هنعرض ان احنا الشغل اللي اشتغلناه في الفتره اللي فاتت دي، بقى لنا سنه دلوقتي من اول مستشفى اهل مصر اتفتحت، ده ممكن يكون نموذج لكل الدول الناميه ازاي هي في الليميتد ريسورسز، لما يكون الامكانيات محدوده جدا، ازاي ان احنا نعمل موديل اوف كير احسن من اي حته تانية في العالم، من غير التعاون من الحكومه المصريه والاهل مصر ما كناش نقدر ان احنا نحقق اللي احنا حققناه لغايه دلوقتي، لان التعاون مع كل الجهات، مع الجامعات، مع الجيش، مع كل الجهات المعنيه بالحروق في مصر، لازم نشتغل مع بعض علشان دي مشكلة كبيرة جدا، ولازم كلنا نتعاون ان احنا نحلها. الحقيقة المؤتمر ده تحت رعاية فخامة الرئيس هو من اهم التصورات لدعم البرنامج الحكومي اللي بيتكلم في بناء الانسان، التنمية البشرية. احنا النهاردة بنتفرج على تكامل الجهات الحكومية كلها مع بعض، بنتكلم في مستقبل الشباب، قاطرة المستقبل، وزي ما شفنا ان دايما فخامة الرئيس بيقول ان المستقبل عند الشباب. فاحنا النهارده بنتناقش على مؤتمر الصحة والسكان من وجهة نظر ماذا نفعل لتنمية بناء الانسان، وايه اللي بنعمله عشان خاطر الشباب. وزارة العمل بتمس كل بيت وكل اسرة، لان كل بيت وكل اسرة فيها عامل وعاملة، وطبعا مشاركتنا مشاركة ايجابية. ويمكن أنا في البرزنتيشن شرحت فيه دور وزارة العمل من وضع خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويمكن وضحنا أن احنا عملنا الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية، وده أمر مهم جدا عشان الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت. عملنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والعمل اللائق، وده أمر مهم جدا، وكمان تشغيل المرأة وحظر تشغيل الأطفال، لأن ده أمر برضو إحنا كوزارة عمل. وإحنا كمان بصدد طبعا قانون العمل، هو إحنا خلصناه بعد عمل حوار أو تشاور اجتماعي كان متوازن مع أصحاب الأعمال والعمال والنقابات والحكومة، طلعنا بقانون، مشروع قانون متوازن، هو موجود وقت في البرلمان. طبعا هو أهمية المؤتمر بتنبع طبعا من وجود ناس عالميا بتشارك فيه، تبادل الخبرات، التفاصيل أكتر، وإن احنا نعرف من بعض التجربة بشكل أفضل من دول مختلفة، نشوف إيه الجابس اللي عندنا في مصر، إيه الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها في الفترات اللي جاية. طبعا برضو الكولابوريشن بتاعة الديفرنت ستيك هولدرز، إن كان من الهيئة، إن كان من الوزارة، إن كان حتى من وزارات أخرى. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. نتابع أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. تفضل. أهلا بك نهى، أهلا بك حكمة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. افتتح
وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خطي إنتاج جديدين للأجبان بأحد المصانع التابعة لمجموعة سعودية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويا. هذا وأكد الوزير على أهمية ما تقوم بإنتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن مثل الألبان والأجبان، حيث تنتج الشركة أكثر من 100 منتج وبحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات جنيه، كما تبلغ نسبة المكون المحلي 70%، ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنويا، فضلا عما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200,000 طن ألبان. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص أيضا. وأوضح كوجوك خلال لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي على هامش اجتماعات واشنطن أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشركات الدولية، موضحا أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة. أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة، وفي كلمتها بالاجتماعات الوزارية لمجموعة 24 ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، شددت المشاط على ضرورة وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الدول النامية بشكل يراعي ظروف كل دولة. وصرحت المشاط بأن المؤسسات الدولية تطالب بتعزيز تعاونها مع الدول الأعضاء لدفع معدلات النمو والتشغيل، وأشارت إلى أنه يجب على البنك الدولي تكثيف الجهود لدعم جهود التنمية في الدول النامية، لافتة إلى أن قضية الأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى لدى دول العالم. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وحكمت. فاطمة خليل، شكرا جزيلا لك. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. في كلمته أمام بريكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينتقد عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع صراعات العالم. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة بريكس، ويؤكد ضرورة حث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع مساعي التهدئة في المنطقة. مدبولي يعلن انتهاء أزمة الدواء بنسبة 95%، والحكومة تؤكد عدم وجود أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة. وبالتذكرة انتهت نشرة السادسة، شكرا لحضراتكم، في أمان الله.